شوفكم نماذج على السريع، شوفها، شوفهم زميل المخرج، هاي واحدة من الجرايد اللي بالصفحة الرئيسية الأولى بصور مفبركة، وأنور الحمداني طلعوني ضابط مخابرات، طلعوني متزوج بنت صدام حسين، طلعوني كل أسبوع أسافر للأردن، طلعوني ملايين الدولارات، طلعوني فلسطيني، طلعوني من هالأكاذيب، هذا بصفحة رئيسية لم يخجل القائمون عليها من نشر أكاذيب أكاذيب أكاذيب. واني بعثي، خلونا نحكي. اي اللي انت لابسه ده يا حبيبي؟ لم تعد الا العوبه، هذه هي حرب بوش الجبان، هكذا ايها الامريكيين. قفشتك، استنى استنى. لم تعد الا العوبه، هذه هي حرب بوش الجبان. اسم الله واشرب ميتك. واني بعثي صدفه يعني. لا هو اسمه ايه؟ لا انا عارفه، انا عارف اسمه، لكش دعوه باسمه. تعرفنا زينين، احنا عراقيين اصلاء، ما نبيع موقف، احنا ما نبيع موقف، احنا ما نبيع موقف. ده انجليزي دي يا مرسي. محاولة العدو ان يغطي على اهدافه، يعني في خطابه اليوم اشار السيد الرئيس خاص الدين حسين، سيد الخشلوق خاص الدين حسين، دكتور عون حسين الخشلوق خاص الدين حسين، السيد الرئيس، السيد الرئيس، اننا في البغدادية مستمرون على طريق الحق. نقول لك يا باسم عون الخشلوق، عون الخشلوق، خشلوق. خلونا نحكي. رئيس مجلس إدارة السومرية، 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 بغدادية، المحاولات الكثيرة التي مورست ضدها. هل البغدادية مستمرة؟ هل البغدادية مستمرة؟ رئيس مجلس إدارة السومرية السيد شفيق، يا ثابت، سيد شفيق، يا ثابت. حتى أنور الحمداني يعوف البغدادية ويروح إلى قناة أخرى حتى يدفعوا له فلوس أكثر، وش أقول لأمي يعني؟ شو أقول لأمي من أروح انكسرت الشيشة؟ شو أقول للقرايب؟ أقول لهم الشرف مباع؟ شرف لا يباع. أحلى من الشرف مفيش. لا يباع. ودور دور اشرب شاي بس أنا وأمي. دور دور اشرب شاي بس أنا وأمي. لم تعد إلا العوبة. في خطابه اليوم أشار السيد الرئيس خاص الدين حسين، رئيس مجلس إدارة السومرية السيد. شو اقول لاهلي؟ رئيس مجلس إدارة قناة السومرية الفضائية. شو اقول لعشيرتي؟ احنا نقول لك يا باسم عون الخشلوق. هو المذيع اللي عملها لك ولا انت اللي عملتها للمذيع ولا؟ اسقاط تمثال الرئيس العراقي السابق سابق سابق صدام حسين. اشار السيد الرئيس صدام حسين. لم تعد الا العوبة. واني بعثي. هو مش مذيع ولا بيشتغل ايه المذيع ده يا مرسي ولا عمل ايه ده؟ اتمنى واحد من العراقيين يشوفني الفرق بين هاي الصورتين. شنو الفرق بين هاي الصورتين؟ اكو فرق؟ خل واحد يجاوبني. ارجع للزميل المخرج. وايضا اريد واحد من العراقيين يشوفني الفرق بين هاي الصورتين، شلون كانت؟ شوفني شلون كانت؟ وشلون صارت؟ هاي قبل 2003 وهاي بعد 2003 ونفس الاتجاه، الصورة واللقطة والبروفيل. أنا لعنة الله على المنافقين، وما يجرب المجرب إلا عقله مخرب. سيد نور المالكي أثنى على اللي يقدم في استوديو التاسع وأن لم يسمي البرنامج شخصيا. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. سيد نور المالك، مالك مالكي أثنى على اللي يقدم في استوديو التاسع وأن لم يسمي البرنامج شخصيا. هو أنت قلت إيه أنت ولا عملت إيه أنت ولا أنت قلت إيه ولا عملوا لك إيه أنت؟ حياكم الله، والكلمة الأولى لكم، تفضلوا أستاذ عبد المجيد. أشكرك أخي أنور وتحياتي لجميع المشاهدين. يعني أن تعطيني نفس الحرية التي تكلمت بها يعني منذ بدء البرنامج إلى الآن. افتح لي قلبك. لا سيدي ما افتحش. بس دقيقة، بدون شنو بالإعادة؟ ما افتهمت. قل لي مشاكلك. لا ما قلش. شنو بدون بالإعادة؟ شلون؟ بدون قطع لكلماتي. إيه لا ماكو أي قطع، تفضل حرية لك. مش فاكر الخناقة اللي فيهم دي اللي كنا فيها علقة دي كلنا؟ هل البرزاني دكتاتور؟ احنا صوت المرجع. هل الجيل في دكتاتور؟ مو جاي تعلمنا. هل الحكم من النظام في السعودية؟ السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها، مخه بقى فافاه وجزمته بقى في دماغه. خلاص خليك، روح اطلع بالقنوات بالمستقلة وغيرها وغير قنوات تحريف. اعمل الشريط كله وانا اشاور لك على كلمة اقول لك اهي هي دي بقى البتاع، هي دي الكلمة اللي انت عملتها. يطلع نائب على سيد على العلاق يقول الور بعثي، ويطلع مدري شنو، وهاي الفبركة من البارحة. هواني بعثي.
تحية إجلال واحترام وتقدير لسيادة رئيس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان ولحكومة الإقليم، وتحية وأخص بهم بالذكر والإعلامي البطل سعد الأوسي ابنكم وخادمكم الأصغر أنور. هواني بعثي